بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين؟ احنا النهاردة بإذن الله في حلقة جديدة من سواقة اونلاين. النهاردة بإذن الله جايين نوريكم أهم الأخطاء اللي بيعملها الناس المبتدئين في القيادة أو اللي لسه جايبين عربيات جديد، الأخطاء اللي بيعملوها في بداية القيادة، يعني أول ما يركب العربية إيه المفروض يعمله أو يسوق إزاي، يبدأ سواقة إزاي. خليكم معانا عشان نشوف أهم الأخطاء اللي بيقع فيها الناس المبتدئين اللي لسه جايبين عربيات جديد. ورجعنا لكم تاني. اهم حاجه اول ما نركب العربيه او اول ما نبدا نطلع، اهم حاجه الحزام ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، عشان لو طلعنا مشوار بعيد او رايحين مشوار سفر او حاجه زي كده، فيبقى الدنيا متامنه معانا وما حصلش اي مشكله لو ضربنا فرامل، لو لا قدر الله حد خبط فينا، حصل اي حاجه او وقفنا مره واحده، فيبقى الحزام مامننا وما نخبطش في الدريكسيون او ما نخبطش. تاني حاجه في الاخطاء دي موضوع تظبيط الكرسي، يعني ساعات الواحد المفروض يبقى قاعد مرتاح، يعني على حسب كل واحد طوله، يعني مثلا واحد قصير شويه يجيب الكرسي كده، واحد مثلا يعني يخلي كرسي متوسط يعني. لكن احنا المصيبه او المشكله او الخطا اللي الناس بتعمله، ناس كتيره بيبقى خايف من العربيه او عنده رهبه ان هو لسه بيركب عربيه، فيروح عامل ايه؟ تلاقوه راح عمل الكرسي كده على الدريكسيون، تلاقيه بيسوق كده. وده الخطأ ده بشوفه كتير جدا بالنسبة للسيدات. في ستات كتير ما بتسوقش لو هي عاملة كده، ده كده غلط. لو ضربتي فرامل، لو عملتي اي حاجة، مش هتعرفي تمسكي نفسك او العربية هتروحي خبطة في الدريكسيون، خبطة في الازاز، حصلت اي مشكلة، حد دوستي فرامل مرة واحدة، حد خبط فيكي، هتبقى القعدة دي مكتفة الواحد ومش عارف يعمل اي حاجة في العربية او مش عارف يتحكم في العربية. لكن احنا المفروض نكون قاعدين قاعدة متوسطة عشان نبقى واخدين راحتنا في العربية وما عندناش اي مشكلة. بالذات العربيات المانوال، ان انت في المانوال بتحتاج ان انت تدي غيارات كتير او بترجع غيار، تنزل غيار، تحط غيار، فلازم تبقى قاعد قاعده مرتاحه عشان تقدر تعمل حاجه ده. في الاخطاء النهارده ماسكه الدريكسيون، لازم نكون ماسكين الدريكسيون ماسكه صحيحه. الماسكه الصحيحه للدريكسيون اهي، بصوا كده من هنا اهو كده من النص، ايدينا هنا في النص وهنا في النص، ما ينفعش امسكه كده، ما ينفعش امسكه كده، ما ينفعش امسكه كده. او مثلا في ناس تلاقيها ماسكه الدريكسيون بايد واحد من هنا، انت ماسك الدريكسيون كده من اهو، هتلاقي العربيه مره واحده سرحت معاك، جت معاك شمال سنه. لو انت ماسكه من اهو، هتلاقيها مره واحده جت معاك يمين سنه. فلازم تاخد بالك وتحاول تمسك الدريكسيون الماسكه الصحيحه بتاعته عشان العربيه ما تروحش وتيجي معاك وما تتهزش منك. رابع حاجه في الاخطاء وبالنسبه والخطا ده اكتر ناس بتوع عربيات مانوال او اللي بتسوق عربيات مانوال، والموضوع ده لاحظناه كتير مع الناس اللي كنا بنعلمهم قياده. تلاقي حد ماشي ما فيش مشكله، ماشي تمام وزي الفل، مره واحده جه ينزل غيار، يحط غيار، تلاقي مره واحده ساب كل حاجه وبص كده عشان يشوف الغيار ماشي ازاي. لا، لازم لما تيجي تكون هتدي غيار تبقى باصص قدامك وما عندكش مشكله، ايديك بس اللي بتتحرك. يعني مثلا جبنا الغيار الاولاني، جبنا الغيار الثاني، ايدي بس اللي بتتحرك، لكن عينيا على الطريق، على المرايات هنا، لكن ما ارميش عينيا هنا عشان العربيه ما تروحش معايا يمين او شمال او يحصل معايا اي مشكله. خامس حاجه في الاخطاء دي بقى، ان انا لازم لما اكون نازل اسوق او نازل اركب عربيه او لسه بتعلم سواقه او لسه او اتعلمت سواقه، مهما كان ان انا منزق يعني ما سوقش العربيه بحاجه عاليه. يعني في ناس بتحب تسوق العربيه وهي حافيه، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه ما سوقش بحاجه عاليه بحيث ان انا احس بالفرامل، بالبنزين، بالدبرياج، يبقى ما فيش ما بين رجلي وما بينهم اي حاجز كبير، بحيث ان انا اعرف ادوس دبرياج، ادوس فرامل، ادوس بنزين واحس بيهم واكون يعني بعمل كل حاجه بطريقه صحيحه. لكن لو بيني وبين الموضوع ده رجليا فيها حاجه عاليه، مش هقدر احس بالفرامل بالبنزين اديها الاحساس بتاعها او اديها الدوسه بتاعتها. فلازم يكون عندنا كلنا الموضوع ده وناخد بالنا من النقطه دي. شوف، في ناس كتيره قوي ما بتاخدش بالها من النقطه دي. حاجه في الاخطاء دي، وانا بشوف الناس اكتر ناس ما بيهتموش بالموضوع ده السيدات، موضوع المرايات. لازم وانا لسه بتعلم سواقه او لسه بسوق جديد، لازم اخلي بالي من المرايات. المرايات دي مهمه جدا جدا جدا. يعني بيقولوا زمان السواق لازم يكون ليه اربع عيون. اربع عيون ليه؟ عندنا ادي مرايه، وادي مرايه، وادي مرايه، وادي الطريق. فلازم اكون لامح ده كله وانا قاعد كده مكان، لازم اكون لامح المرايات ولامح الطريق ولامح كل حاجه، بحيث ان انا اكون ماشي صح، ماشي في طريقي، في الحاره اللي انا ماشي فيها، الحاره بتاعتي اللي انا ماشي فيها، شايف اللي على يميني، شايف اللي على شمالي، شايف اللي ورايا، بحيث ان انا لو في حاجه، حد جاي مثلا عمل حادثه، عمل اي مشكله، جاي عليا اخد يمين اخد شمال، حد جاي يميني اوسع له، حد جاي كده، ابقى واخد بالي من الطريق. يعني انا ماشي في الطريق بس مش ماشي باصص قدامي وبس، لا، باصص على المرايه دي وعلى المرايه دي وعلى اللي ورايا وعلى اللي قدامي، ابقى لامح الطريق كله بكل جوانبه،
بحيث ان انا ابقى ماشي صح وما يحصلليش اي مشكله. سابع حاجه في الاخطاء دي واخر حاجه فيهم ان انا ما استخدمش الموبايل وانا بسوق. الموبايل وانت بتسوق ده حاجه كارثه، حاجه بتعمل كوارث، يعني لا قدر الله ممكن تودي بحياتك او بحياه اي حد جنبك، حد معاك، حد ماشي جنبك. الموبايل ده يعني كارثه. انا عن نفسي بسوق ليا كذا سنه كتير قوي، بس المشكله عمري يعني بحس ان انا لو رديت على الموبايل او اتكلمت او كده بحس ان انا برتبك. الموبايل ده مشكله كبيره جدا. يعني زي ما بنشوف لافتات كده واحنا مسافرين او ماشيين على الطريق، لا تنشغل بغير الطريق. فعلا لازم لا تنشغل بغير الطريق. انت بتسوق يبقى خليك في الطريق اللي انت ماشي فيه، خليك في المرايات، خليك في كل حاجه انت يعني ركز في كل حاجه في القياده، في الطريق بتاعك هتمشي ازاي، هتروح فين، هتيجي منين. الموبايل لو استخدمته وحطيته على ودانك كده او اتكلمت فيه هتلاقي نفسك رحت في دنيا تانية او مش مركز مع كل حاجه. حتى لو انت تركيزك عالي برضك مش هتوصل للتركيز الكامل ان انت تقدر تسوق بطريقه كويسه وما يفوتكش اي حاجه وما يحصلكش اي مشكله. فالموبايل ده يا جماعه كارثه كبيره جدا للناس اللي بتسوق. فياريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.